السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. ميعاد النهاردة مع الجزء الثاني من مناقشة السبانينج تري بروتوكول. بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد النهاردة شوية حاجات بقى في السبانينج تري سكيورتي ليفلز. هناخد البي في ديو جارد اند بي في ديو فلتر ميكانيزمز، الروت جارد، اللوب جارد، اند اليو دي ال دي ميكانيزمز. تعالوا بقى نتكلم عن البي بي ديو جارد، البي بي ديو فلتر. البي بي ديو جارد يا شباب دايما بيتعمل على السويتش، البورتس الاكسس، البورتس اللي بتتوصل بالاند نودز، تمام كده؟ البورتس اللي هي بتتوصل بالاند نودز. انت وانس ان انت جيت عملت التوبولوجي بتاعتك، اطمنت خلاص تمام التمام، عملت دوكيومنتيشن للديزاين بتاعك والامبلمنتيشنز بتاعتك وحددت الاكسس بورتس والترانسبورتس، بنعمل حاجتين على البورتات الاكسس. اول حاجه البورت فاست. البورت فاست هو اني انقل البورت الى وضعيه الفوروردنج ستيت، الفوروردنج ستيت وداوت ان هو يقعد 30 ثانيه من الليسننج، 30 15 ثانيه في الليسننج، 15 ثانيه في الليرنينج، لحد ما اتنقل للفوروردنج، تمام كده؟ طيب ده حتة الايه البورت فاست. طيب تاني حاجة بن انيبل البي بي ديو جارد، لان قد يكون ممكن حد يوصل مثلا سويتش على البورت ده، يوصل سويتش على البورت ده ويبعت بي بي ديو بحيث ان هو يلخبط لك التوبولوجي بتاعتك، بحيث ان هو ايه يقلك او يست نفسه هو الروت، يقلل البريوريتي بتاعته، يفيك الماك ادرس بتاعته. تقول لي يقلل البريوريتي يفيك الماك ادرس؟ انت ممكن تعمل، ممكن الجهاز ده يكون مثلا جهاز هاكر و مشغل مثلا تولي ليرسيني على كال لينكس وينيجوتييت مع السويتش 2 وكانه سويتش وكانه هو الروت، وبالتالي يحصل بقى ان السويتش 2 بيعتبر ان ده الروت، وبالتالي سويتش 3 وكذا سويتش 1 وهكذا، ويعمل سنيفنج للداتا اللي بتمر في النتورك. لا احنا بقى بنست البي بي ديو جارد على البورتس الاكسس، تمام؟ والبي بي ديو جارد في حاله الفايوليشن، في حاله ان انا جيت مثلا بعت لو او البورت المعمول عليه بي بي ديو جارد، لو استلم بي بي ديو، لو استلم بي بي ديو دايما بينقل نفسه لوضعيه الايرور ديسيبل، وضعيه الايه الايرور ديسيبل، تمام؟ اللي هي الوضعيه اللي احنا درسناها، اللي هندرسها في الايه البورت سكيورتي، ودرسناها في البورت سكيورتي في السي سي ان اي، تمام؟ طيب كلام جميل جدا. ده البي بي ديو جارد. البي بي ديو فلتر ده في حالة ان انت مش عايز تقفل البورت، اصل لو حصل ان البورت ده جه استلم بي بي ديو هيقفل، هيبقى شوت داون. طب انا عايز في حالة ان لو حصل فايوليشن، حسن حصل فايوليشن، البي بي ديو هيتعمل لها اجنور، يعني سويتش تو كاني انا قفلت السبانينج تري بروتوكول على البورت ده، يعني بالتالي البي بي ديو او البورت يا جماعه المعمول عليه بي بي ديو فلتر هو بورت لا يرسل ولا يستقبل بي بي ديوز، يعني حتى لا يرسل بي بي ديوز، يعني ما بيطلعش بي بي ديوز هنا ولا بيستقبل بي بي ديوز، يعني لو استلم بي بي ديو مش هيعمل لها بروسس. فبالتالي لو انا جيت وصلت سويتش وخليته هو الروت سويتش 2 ولا هيعتبره اي حاجه، مش هيعتبره حاجه خالص، يعني وكانه مش موجود، تمام؟ ده وضعيه الايه البي بي ديو فلتر. امتى بنستخدم ده؟ بنستخدم ده البي بي ديو فلتر بنستخدمه في حاله ان انت مش عايز تقفل الايه البورت. يعني فاكرين في البورت سكيورتي كان عندي وضعيه الايه الشت داون والبروتكتد والبروتكت والريستريكت، تمام؟ دايما كان الشوت داون بيقفل البورت، البروتكت والريستريكت بيجنور ان البورت يتقفل في حاله، في حاله ان انا عملت فايوليشن على البورت سكيورتي كاونتر ميجر. طيب ده الفرق ما بين الايه البي بي دي يو جارد والبي بي دي يو فلتر. الروت جارد واللوب جارد واليو دي ال دي، خلي بالكم اليو دي ال دي واللوب جارد هما يعني يعتبروا نفس الكونسبت. تعالوا نشرح الاول الايه الروت جارد. الروت جارد ان انا مثلا كاني رحت للسويتش 3 وقلت له سويتش 3 مين الروت عندك، يقول لي هو سويتش 1، هقول له سويتش 3. اي سويتش يقول لك انا الروت غير سويتش 1 اجنور ات، يعني من الاخر لو انا جيت مثلا ووصلت على سويتش 3 وصلت عليه سويتش 4 وسويتش 4 قللت البريوريتي بتاعته بحيث ان خليته الروت، سويتش 3 لن يعتبره الروت، هيفضل معتبر سويتش 1 هو الايه هو الروت. طيب كلام جميل جدا. دي المعنى بتاع الروت جارد. ده طبعا بيتعمل بالجلوبال كونفيجريشن الروت جارد. طيب تعالوا بقى نتناول موضوع الايه اللوب جارد. ركزوا معايا يا شباب، لو انا عندي فاست ايثرنت 0/2
تمام كده ده بلوجد وده عندي ديزجنيتد. في حاله ان فاست انترنت سيرفيس داش 2 فقد استقبال اي بي بي ديو عنده, فقد استقبال اي بي بي ديو عنده, يعني احنا اتكلمنا في الحاله دي ان انا لو عندي اللينك ده داون هتقول لي يا باشمهندس انت كنت قلت ان انت تحرك ده على طول البورت ده يتحرك للديزجنيتد والناحيه الثانيه الروت. لا لا, لان انا لو اللينك ده سيفرد يعني اللينك ده اتشال اتحط يعني او اتقطع اي حاجه حصلت عليه, سويتش 2 هيعتبر نفسه هو الروت وهيبقى سوبيريور بي بي ديو هنا تمام. لكن لا انا بقول لك مفيش اي بي بي ديو وصلت, يعني هو فقد اي اتصال باي بي بي ديو عنده تمام. السويتش 3 باي ديفولت هيقوم فاتح ايه, هيقوم فاتح البورت تمام, هيقوم محوله على طول ديزجنيتد. طيب كلام جميل جدا. افرض بقى ساعتها راح هوب السويتش 2 راح بعت ايه, بدا يبعت بي بي ديوز تمام. هنا هيحصل عندي لوب ايه في النتورك, لان انا عندي ديزجنيتد على طول هيحصل عندي لوب في النتورك. هتقول لي باشمهندس انا مش فاهم, انا مش فاهم اقصد انت تقصد ايه بالظبط. اقول لكم يا شباب في حالات انا قابلتها بعيني, اي او اس كراشز, ان انا مثلا اي او اس بتاع سويتش 2 كراشز تمام, فبالتالي انا عندي طالما كراشز بالسويتش بيقوم قاطع البي بي ديو خالص على الناحيه دي, على الناحيه دي البورت ده يقوم قاطع خالص ما بيبعتش بي بي ديو خالص للبورت ده, وبعدين البورت ده يقوم ديزجنيتد, وبعد كده فجاه تلاقي لان حصل كراش في الاي او في الاي او اس بتاع السويتش يقوم الايزك بتاع السويتش يقوم باعت على طول الايه البي بي ديو, يعني بيصبر شويه وبعد كده تلاقي ايه الناحيه الثانيه قلبت ديزجنيتد, وبعد كده هوب باي ديفولت يعني يعني بالمصادفه كده تمام يقوم هوب باعت البي بي ديو, يقوم حاصل ايه عندي لوب نتورك. اللوب جارد يقول لا في حاله ان انا فقدت فقدت استلام اي بي بي ديو, يعني هيتش استلم اي بي بي ديو, حط البورت ده على وضعيه الاير ديسيبل, حط البورت على وضعيه الاير ديسيبل, فبالتالي انا مش هيضحك عليا بقى تمام. طيب اليو دي ال دي ده مش خاص بالاسبانينج تري بروتوكول, ده هو خاص بالفايبر, يعني هو معمول كده للفايبر تمام, ممكن نطبقه على الكابر. بصوا يا شباب الفايبر دايما يكون ايه في ترانسميت وفي ايه وفي ريسيف. طيب لو انا عندي بورت كده اهو ترانسميت الناحيه الثانيه وبورت ثاني ده اكيد ريسيف والثاني ده ترانسميت. طيب اليو دي ال دي هو تشيك ميكانيزم, تشيك ميكانيزم ان انا عندي ترانسميت مثلا ترانسميت يبعت هلو هنا تمام واستلم هلو الناحيه الثانيه. في حاله ان انا جيت يعني انا هنا بتاكد ان الايه اللينكين دول متصلين تمام التمام مع بعض, يعني ده اب وده اب, ده حاله تشيك كده في الفايبر تمام. في حاله ان انا جيت مثلا ما بقتش بستقبل هلو من هنا, بقيتش بستقبل هلو من هنا, لكن انا مثلا اكتشفت ان انا قدرت ابعتها على الناحيه الثانيه, ايه ده في ايرور كده صح ولا لا, هوب هوب يقوم قالب البورت على وضعيه الايه الاير ديسيبل تمام, يقوم قالب البورت على وضعيه الاير ديسيبل ده الايه اليو دي ال دي. طيب كلام جميل جدا. في المحاضره النهارده اتكلمنا عن البي بي ديو جارد بي بي ديو فلتر ميكانيزم, واتكلمنا عن الروت جارد واللوب جارد والفروقات ما بينهم واليو دي ال دي ميكانيزم. أشوفكم على خير إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.